بجد نقف هنا دقيقة واحدة. هنرجع خليكي فاكرة هنرجع لدور الستات عشان الستات بس. احنا معانا موسيقار مهم جدا النهارده. كان فيلم خالد النبوي في العرض العظيم اللي احنا شفناه اللي كان عنوانه تعالوا مصر. هو ده كان هو ترند رقم واحد الآن على تويتر. تعالوا معانا الموسيقار العظيم اللي كان عامل الموسيقى مؤلف الموسيقى الجميلة الموسيقار هشام خرمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ خيري؟ ازي حضرتك كريمة ودكتورة صحر؟ ازي حضرتك؟ ايه الأخبار؟ أهلا بنهنيك. ربنا يخليك. والله الواحد فعلا فخور ومبسوط ان هو شارك حتى لو بجزء صغير في الحدث الكبير النهاردة. وتحية لكل القائمين على العمل، موسيقار هشام نزيه، المايسترو نادر عباسي، وكل الناس. بجد العمل كان حاجة مشرفة كواحد مصري يعني. عظيم جدا. يعني على فكرة التقديم التاريخ بالموسيقى وأن يصبح تصبح الموسيقى جزء من قراءة التاريخ كانت فكرة قوية جدا، والتعبير بيها أعتقد ما كانش شيء سهل. الإعداد ليه أخذ وقت قد إيه؟ الشغل كان بين مين ومين؟ الفريق العمل إزاي كان بيفكر عشان يحط السيناريو ده بالموسيقى؟ انا دايما بقول ان الموسيقى يعني انا ممكن مقطوعه تاخد مني 6 شهور ومقطوعه تاخد مني اسبوع. فهي دي بصراحه فريق العمل كله اللي اشتغل عليها، من اول المخرج المحترم والشاطر جدا تامر العشري، بفريق التصوير، بالاعداد، بخالد النبوي، بفريق ميديا هاب. كل الناس دي بصراحه لما بعتت لي مشاهد في الاول، لا طبعا دي الهمتني ان انا اطلع الموسيقى. كان هي تحدي، بس تحدي حلو، ان احنا ازاي نحكي نوصل عن طريق الآلات الشرقية تاريخنا وقصتنا وحضارتنا، بس في نفس الوقت تبقى طالعة في قالب أصوات عصرية عشان الناس يعني تتفاعل معها. فالحمد لله ربنا وفقنا، وكانت يعني أسبوعين اللي في الآخر دول كانوا ضغط، بس الواحد مبسوط النهاردة لما طلعت للنور. أسبوعين اللي في الآخر معناه أنتوا أخدتوا وقت قد إيه للتحضير؟ هم طبعا بدأوا تصوير من قبل كده وتحضير، بس انا مثلا يعني ممكن نقول شهر ونص، من شهر ونص بدأت اتفرج على مشاهد مختلفة بحيث ان انا ابدأ اعمل مقطوعات صغيرة او كيوهات لكل، يعني كنت عايز اطلع الاول بتيمة اساسية للفيلم، بس كنت بحاول احدد بقى اللي هو مثلا فيها يبقى تيمة للجامع الازهر، تيمة للكنيسة المعلقة، تيمة المعبد اليهودي، للمقبرة وحدي. ومن دول بدأت بقى ايه، لما ادوني الفيلم في الاخر كامل بدأنا يعني زي نفرد المقطوعات دي على الفيلم كله بحيث ان احنا نحكي قصة متكاملة. عمل رائع ومبهر. كنت عايز تقول ايه من القصة يا استاذ هشام؟ كنت عايز اقول، انا بصراحة يعني مش عايز اقول، انا ممكن اقول ايه الحاجتين اللي لمسوني في ال، ايوه انا عايز اعرف احساسك ايه اللي خبط فيك فطلع الموسيقى الجميلة دي. انا حاجتين، اول حاجة طبعا الواحد لما بيشوف اللي حصل في تاريخنا واللي بيحصل دلوقتي من استكشافات وترميمات بيحس ان هو فخور، ده جزء طبعا اساسي. الجزء الثاني كان فكرة حرية الاديان، لما بدأوا يتكلموا على ان احنا كل واحد في مصر حرية الدين والعقيدة مع وجود اديان اخرى، دي من الحاجات اللي لمستني، لان بالنسبة لي بتعبر عن الانسانية، وهو ده اللي انا بشوفه من ناحية الموسيقى. الموسيقى بالنسبة لي برضو هي لغة عالمية ملهاش اي جنس ولا دين، فالحتة دي غالبا لمست معايا، ففعلا عجبتني وعجبني لا كل حاجه يعني. حسيت ان الموضوع متحضر حلو قوي، وحطيت نفسي مكان المواطن المصري ومكان الاجنبي لما يتفرج على الفيلم ده. بصراحه فعلا يعني الواحد ممكن يبقى عمل اعمال كتيره، بس بيبقى قليل قوي اللي بيسيب فيه بصمه، وبيبقى فعلا فخور ان هو يقول ان هو اشتغل عليه. فده من الاعمال اللي انا فعلا مبسوط ان انا اشتغلت عليه، وبحيي كل الناس اللي كانت مشاركه فيه. واحنا مبسوطين اكتر بان انتوا طلعتوا لنا عمل بهذا الجمال والابداع والاحساس، باين فيه يعني قد ايه توحدتوا مع الموسيقى. استاذ هشام احنا بنشكرك جدا لوجودك معانا، وبنشكرك على هذا المجهود والجمال اللي طلع منكم. مصر فخوره بكل حد شارك في العمل ده. الاستاذ هشام خرمه المؤلف الموسيقي لفيلم تعالى مصر اللي احنا كلنا شفناه واستمتعنا بيه، اللي كان فيه نجم الجميل خالد النبوي.
عودة مرة أخرى للمومياوات، وكنا بنتكلم عن الستات.